كما ألفت بين آدم وحواء وكما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وحديثة الكبرى رضي الله تعالى عنها وكما ألفت بين علي رضي الله تعالى عنها وفاطمة الزهراء رضي الله عنها اللهم أعطي لهما أولادا صالحا ورزقا واسعا وعمرا طويلا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي جميع المسلمين يوم يقوم الحساب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة